طفولته وهو قائد. قال لي طبعا ما عملتش ايه. قال لي بس ما تخافش، مش في لعيب يقدر يخرج عن النص ابدا وهو موجود. كنا بنخاف نروح له ويطلع صعبة البطل ويمسك اسد موجود. كان بيقول دايما راحتي جوه النادي الاهلي. محدش قادر يحل محله. اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا جدا جدا. واحد من الرموز الكبيرة جدا في النادي الاهلي وسيظل دائما. فيلم ثابت البطل غدا الساعة 11 مساء على قناة الاهلي. الاهلاوي مش هيسيبنا.